220 يلا. ناقص 3 بقيمة مطلقة، شو راح أحط بدالها يا إبراهيم؟ 3، 2 ناقص 3 ناقص 1 شو بيعطيني هون؟ 1، 3، 5 ناقص 3 2، يعني ناقص 2 بس هذا كله بالقيمة المطلقة شو بيعطيني؟ 1. شايف إبراهيم؟ اليوم سهل مو مثل ما أنت بتخيل. ناقص 2 بالقيمة المطلقة شو بتعطي؟ 2. وين هي القيمة المطلقة أصلاً؟ 3 ناقص 2، 3 ناقص 2 1، صلي على النبي. ناقص 2 ضرب 6 ناقص 12 صح؟ ما هيك؟ وناقص 4. 1 ناقص 12 سالب 11، وناقص 14 سالب 15، والقيمة المطلقة شو بيعطيني؟ 15. كانوا عم بيحاولوا يخربطوا لإبراهيم، حاطين له هون كثير قيم مطلقة مع ضرب وما ضرب. إبراهيم لا تخربط. تمام؟ خليك معي، شو عم تعمل؟ خليك هون بعدين بتحلهم بالبيت، تراجعهم هيك على اليوتيوب على رواق. خليك معي. ركز هون حباب، انا عن جد عم سجل دروس مشان تركز هون، وهي راح اكبر لك الشاشه مشان تشوف اكثر. يا ابراهيم اذا كانت اكس اكبر من الناقص 1 واصغر من الأربعة، فاكس ناقص 4 اكبر سالب ولا موجب؟ اكس ناقص 4 سالب. ليش؟ خذ اي اذا خربطت خذ عدد، خذ صفر. صفر ما محصور بين ناقص 1 والأربعة. صفر ناقص 4 سالب، معناته هذا المقدار سالب. هذا المقدار موجب، اكيد موجب صح. هلا لانه هذا سالب شو بينكتب؟ 4 ناقص اكس، 2 اكس زائد 2. بتروح 2 اكس مع ناقص اكس شو بضل؟ اكس وحده زائد 6. تمام اسيد؟ اللي بعده اكس اصغر من اكس بالقيمة المطلقة، معناتها اكس شكلها هون فورا بعرف انا انه اكس سالب، او بمعنى اخر انه اكس اصغر من الصفر. اذا كانت اكس اصغر من الصفر شو بكتب بدل هذا المقدار الجميل؟ سالب اكس. وشو بكتب هون؟ شوف شوف شو راح نناقش يا ابراهيم. 2 اكس سالب ولا موجب؟ 2 اكس سالب، وانضرب بسالب شو صار؟ موجب. معناتها هذا المقدار موجب، معناتها بضل مثل ما هو صح؟ لاحظوا الجواب فيه إشارة سالب، ما في مشكلة، بس هذا الجواب موجب ولا سالب؟ موجب، لأنه إكس سالب بينضرب بسالب بضل موجب. تمرين الجميل الخامس، عندي إكس ناقص 3 بالقيمة شو؟ اقرأ شيء واكتب شيء. إكس ناقص 3 بالقيمة المطلقة شو بتساوي؟ 4. يعني x ناقص 3 بتساوي 4، و x ناقص 3 شو بتساوي؟ ناقص 4. اما x تساوي 7 او x شو تساوي؟ ناقص 1. طلع معي كم حل؟ حلي احنا اتفقنا مع عمرو واحمد انه اذا كان عندنا اسئله يبعثوا لنا على الواتساب. يا تلع تمرين آخر، تمرين السادس. إبراهيم أنا هون ما فرق معي شيء. أول شيء باخد X بالقيمة المطلقة ناقص 6 شو بتساوي؟ 2. أو X بالقيمة المطلقة ناقص 6 شو بتساوي؟ سالب 2. مرة 2 ومرة سالب 2. من هون بيطلع معي X بالقيمة المطلقة بتساوي 8، ومن هون بيطلع معي X بالقيمة المطلقة شو بتساوي؟ 4. من هون بيطلع معي X تساوي زائد ناقص 8، ومن هون x تساوي زائد ناقص 4 صحيح؟ طلع معي كم حل؟ 4 حلول. ناقش فكرة هذا التمرين. 3x زائد 6 ناقص x زائد 2. بكل أحوال هون بهمني موضوع مهم، بهمني موضوع مهم يلي هو وين تنعكس هاي القيمة المطلقة؟ تنعدم عند الناقص 2 صح؟ وين بتنعدم هي كمان؟ عند الناقص 2. بمعنى آخر بنعدمه عند نفس المكان، فبناقش هون فكرتين، وقت بتكون X أكبر من الناقص 2 وقت بتكون X أصغر من الناقص 2. إذا كانت X أكبر من الناقص 2 هذا المقدار سالب ولا موجب؟
اكس اكبر من ناقص 2 يعني خدها صفر مثلا فراح يطلع هذا المقدار ليش موجب؟ اكس اكبر من ناقص 2 صح؟ هذا المقدار موجب يعني 3 اكس زائد 6 هذا المقدار موجب بس شو في قدامه هون؟ ناقص اكس ناقص 2 شو بتساوي؟ 12 يعني 2 اكس 6 ناقص 2 6 ناقص 2 شو قد؟ 4 ودينا لهون شو بتصير؟ 8 معناتها اكس شو بتساوي؟ 4 لانه في سالب شوف موضوع كثير مهم وحساس انت هون فرضت اكس اكبر من سالب 2 بتيجي بتسال حالك هل الاربعه اكبر من سالب 2 ايه معناته جوابي مقبول بجوز بتمرين اخر يطلع الجواب غلط بعدين اكس اصغر من الناقص 2 يعني هذا المقدار سالب ولا موجب اذا ضوعت خذ عدد خذ ناقص 3 ناقص 3 ضرب 3 ناقص 9 هذا المقدار سالب صح وهذا سالب بينعكس شو بصير ناقص 3 اكس ناقص 6 هلا هذا راح يصير سالب بس شو في قدامه سالب فبيضل مثل ما هو تساوي 12 ناقص 3 اكس واكس ناقص 2 اكس ناقص 6 و2 ناقص 4 ونقول لهون بتصير 16 معناتها اكس ايش قد سالب 8 هلا بجي بتاكد هل سالب 8 اصغر من ناقص 2 اي اصغر معناتها جواب مقبول تمرين آخر جميل مطلقة تنعدم عند مين؟ واحد. تنعدم عند الواحد فبقول مرة X أكبر من الواحد ومرة X أصغر من الواحد إذا كانت X أكبر من الواحد فهذه المقادير إذا كانت X أكبر من الواحد فخذ 2 على سبيل المثال هذا المقدار شو راح يكون؟ سالب صح؟ وهذا المقدار شو راح يكون؟ موجب فإذا موجب بضل مثل من هو؟ وهذا السالب شو بصير؟ x ناقص 1 على x ناقص 1 طبعا x ناقص 1 و x ناقص 1 شو بيعطوني؟ 1 هذا وهذا بتروح طلع معي 2x شو بتساوي؟ 1 يعني x شو بتساوي؟ 1 على 2 لاحظ انا عم خبرك انه x اكبر من الواحد وانت اعطيتني شو قلت لي؟ قلت لي x نص مرفوض لسه x اصغر من الواحد معناته هذا المقدار سالب وهذا المقدار موجب صير معي ناقص 2x زائد 2 زائد 2 تساوي 1 ناقص x على x ناقص 1 هذول الوقت بيروحوا شو بيعطون بدالهم سالب 1 ناقص 2x هون في عندي 4 ونقول له هون شو بصيروا سالب 5 معناته x بتساوي 5 على 2 اوكي جوابه جدا جيد بس عندي مشكلة انه انا اعمل لك انه اكس لازم تكون اصغر من الواحد وانت قايم تقول لي 2 ونص يعني اكبر من الواحد فالجواب مرفوض لا عم بسجل لك اياهم يا اخي ليك عم سجل مشان لح احل لك اكبر عدد ممكن من التمارين يلا شو راح اعمل هون سيد مره راح اقول 2x ناقص 5 بتساوي x ناقص 7 ومره شو راح اقول سيد 2x ناقص 5 شو بتساوي 7 ناقص x صح انا عندي قيمه مطلقه فبشيل قيمه مطلقه مره بحط جواب سالب مره بحط جواب موجب هلا صار عندي x شو بتساوي من هون ناقص 2 و 3x شو بيساوي من هون 12 معناته x شو بتساوي 4 طلع معي كم جواب جوابي بس هو لو احنا عملنا كوس عادي غير الكوس ده ممكن تفهم ان هي فتره او لكن ما راح يعطيك فتره لكن بصير فتره بصير غلط كانوا مخربطين باول صفحه حاطين فتره بدل الاجوبه تذكري اول صفحه كده بحل فيها مخربطين اكس ناقص واي عندي قيمه مطلقه زائد قيمه مطلقه تساوي الصفر. إذا أنا دائما قيمة مطلقة عندي موجبة. ما بصير. يعني 2 صفر ما في إلا هذا الاحتمال. لا ممكن حاجة ثانية. إيه قولي تفضل. ممكن تخلي واحدة والثانية تطلعها برا بالسالب عادي جدا. سالب القيمة المطلقة. لا بس هو إكس. لا بس. لازم إكس. شوفي هذا المقدار موجب ولا سالب؟ موجب. عم ضف له مقدار آخر موجب، شلون بده يصير صفر؟ مستحيل. معناتها 2 صفر. طبعا لو كانت اشاره ناقص بصير التمرين مثل التمرين اللي فوق بنقول قيمه مطلقه الطرف الثاني وبحل
فمعناتها اكس ناقص 7 شو بتساوي؟ صفر. واكس زائد واي ناقص 15 كمان شو بتساوي؟ بتساوي صفر. بجمع هلا 2 اكس شو بتساوي؟ 22، معناتها اكس شو بتساوي؟ 11، صحيح؟ اذا كانت اكس 11، 11 ناقص 7 4، فواي شو بتساوي؟ 4. هلا واي 4 واكس 11 هو بده جداؤهم مع بعض، شو جداؤهم؟ 4 و 4 و 900 و 1000. يلا اي شو عمل؟ شو عم تسمع مكسو؟ دي اكس ناقص 4 تربيع هيروح مع الجسر؟ اه بالربع الطرفين بالربع هيك. انا وقت بربع بتخلص من الجذر، شو بصير معي؟ مربع الاول ناقص ضرفي الاول في الثاني زائد مربع الثاني بساوي اكس مربع ناقص 8، صح؟ شو بصير بهدول يا ابراهيم؟ صح. بيروحوا بصير معي ناقص 4 اكس شو بتساوي؟ سالب 4 سالب 12 معناتها اكس شو بتساوي؟ 3، صح؟ لا انا ما عم روح، بالعكس يعني ما عم روح جذر مع تربيع، انا عم ربع. هو اصلا السؤال ده مش رقم مطلق، ما له علاقه بالدرس. طبعا في قاعده دائما شو في القاعده؟ وقت تخلص من الجذر اعزل الجذر وبعدين ربع، اعزل الجذر وبعدين ربع، هي قاعده. كل طرف لحاله. ايوه كل كل طرف لحاله. عمر نايف استاذ انا بدي اعتذر لك. ما له بالدرس؟ ما لنا مستعجلين. هلا 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 انا سريع بهذا الدرس؟ لا هو درس سهل، صح؟ هو سهل. يلا حاش حكم موبايل بس الاستاذ. هلا في ملاحظه انا وجهتها قبل شوي راح ارجع اذكركم فيها. انت بعد ما توجد الجواب اللي هو 3 لازم تعوض هون تتاكد ان جوابك صحيح او خاطئ، لا تنسى. تمام يا هاجر؟ شيل الموبايلات شيلهم يلا. هل لحق يا دوب اللحق؟ هلا حاجة صدق فيه كل هذا مشان تشوفي مسج واحد تبع الجروب، تكون شفت شاشة جروبات. هلا مش مسج واحد، مسجات. طيب شو راح اعمل هون انا؟ مربع، راح ربع الطرفين، بصير معي مربع الاول الجميل مربع اكس مربع زائد 3، تروح الاكس مربع مع الاكس مربع زائد 9. يا اخي مربع الاول ناقص ضعفي الاول في الثاني زائد مربع الثاني زائد مربع الثاني، قانون صف الثامن زائد بس في ناقص، واذا في ناقص هذا زائد بس هذا بصير ناقص. شو طلع معي الجواب هون؟ واحد. اكس تساوي الواحد، خليك معي. واحد ناقص تساوي عوض هون. شو بيطلع اصلا؟ بيطلع معك هون فورا عدد سالب، ونحن اتفقنا سابقا انه الجذور شو لازم تكون دائما؟ موجي موصي يكون جذر ثاني، فبيطلع الجواب مرفوض. ليش الجذر موجب؟ هل هو جذر سالب وموجب؟ بمنهاجنا عنا ناخذ السالب والموجب بس هون هيك، وانتو كمان هيك؟ ونحن عنا اثنين بس هون مختلف الوضع. يلا اللي بعده لكل منهاج. امبارح عم بسمع محاضرة كانت كتير حلوة، والعلوم الفيزياء والرياضيات الموجودة عند اليابان مختلفة تماماً عن علوم الفيزياء واللي احنا بنعرفها. كل شعب في عنده علومه الخاصة فيه. بس هو إيه الصح بقى؟ كله صح بالآخر، هذا اتفاقيات. لا أكل زي اتفاقيات. اتفاقيات بين علماء الرياضيات، يعني وقت واحد بيقول لك إنه x زائد زائد y بيساوي مثلاً 12، يعني شو عرفك إنه هي جمع؟ أنا خبرتك إنه هي جمع، يعني نحنا بالمنهاج اعتمدنا هي الإشارة هي إشارة جمع، ولكن شفتوا بالآي كيو ممكن تكون هي الإشارة إشارة جمع، ما حد بيعرف شو الإشارة، فكله بالآخر يعني هي الإشارة استاذ هي الإشارة بتعطي عددين،
عند منهاج آخر الإشارة بتعطي عدد واحد كله بالآخر. بس ليش بالمجال المفتوح؟ وين؟ يعني هون في أقواس بس عشان السماء تعودت أنا بحط. إيه وين مشكلة تعودوا بس قصدي اختلاف وجهات نظر يعني اختلاف بالعلوم. هون راح آخذ 2x زائد 4 بتساوي x أو 2x زائد 4 شو بتساوي؟ سالب x. 2x زائد 4 نقلت ال x صارت مع x شو تساوي؟ ناقص 4. وهون 3x شو تساوي؟ سالب 4. x شو تساوي؟ سالب 4 3. في ملاحظة أنا وقت أخذت هون x وأخذت هون سالب x افترضت إنه x هون أكبر من الصفر هون أصغر من الصفر وإلا شلون كتبت x؟ ليش كتبت هون x وهون ناقص x؟ لأن وقت كان موجب شلت القيمة المطلقة من دون ما أعمل شيء بس وقت صار سالب شو حطيت قدامه؟ سالب مش هيضل موجب. هلا أنا أعمل لك هون x أكبر من الصفر أنت شلت للجواب 4 مرفوض خليه عندك هذا الجواب ما بدي إياه. هون x سالب وطلع معي الجواب سالب مقبول. طب لو عوضنا فوق بسالب 4 برضه هيطلع غلط صح؟ لو عوضنا بسالب 4 سالب 8 اصلا شوفي شوفي شو في غلط شو طلع معك الجواب هون ناقص 4 صح ومستحيل قيمه مطلقه شو تساوي سالب صح. هذا الوجه يعني انه مقبول. يلا مره x ناقص 1 زائد x زائد 7 تساوي 10 ومره x سالب 1 زائد x زائد 7 شو بتساوي 27 سالب 2 2x شو بتساوي 4 معناتك شو بتساوي 2 او 2x شو بتساوي ناقص 16 معناتك شو بتساوي سالب 8 طلع معي كم جواب جوابي. في عندي لسه نقاشين ما ناقشتهم يلي هن تكون هي سالبة والأخرى موجبة وهي موجبة والأخرى سالبة بس هيطلع عندي ما في حلول. صح مستحيل. شلونك نور؟ راح أكون بطيء أبشر راح بطيء. إكس مربع ناقص واحد بالقيمة المطلقة أصغر من ثلاثة شو يعني؟ إكس مربع ناقص واحد أكبر من ناقص 3 وأصغر من ضيف 1 تصير x مربع أكبر من ناقص 2 وأصغر من 4. شو يعني x مربع أكبر من ناقص 2 وأصغر من 4؟ أول شيء ما في تربيع أكبر من السالب، التربيع دائما أكبر من أكبر من الصفر، هي قاعدة التربيع دائما أكبر من الصفر أخذناها. هلأ مين هي الأعداد اللي مربعاتها محصورة بين الصفر والأربعة؟ هي الأعداد منين جبت يساوي هنا؟ ما في يساوي بس ما في يساوي. هي الأعداد المحصورة بين الناقص 2 و2، هي الأعداد دائما مربعاتها أكبر أصغر من أصغر من 4، أكبر من الصفر وأصغر من 4. بمعنى آخر بتستنتج أنت إنه هي كثير بتشمل القيمة المطلقة. كأنك عم تقول إكس أصغر من 2. آخر خطوتين؟ الناقص 2 بشيله شو بحط بداله؟ صفر. من هي الأعداد اللي مربعة أصغر من الأربعة؟ لا مربعة أصغر من يعني إذا ربعتها بتكون أصغر من الأربعة. الواحد الواحد والصفر والناقص واحد طبعا إذا كان بيتملى زي صح؟ تمام. إيه معناتها هي محصورة بين الناقص 2 و2 يعني الناقص واحد والصفر والواحد يعني في إلى طرف سالب وفي إلى طرف موجب صح؟ طيب اكس بالقيمة المطلقة يعني ليك هي كتبت لك اياها ليك هي كتبتها سبقتك. اكس بالقيمة اكس للتربيع تحت الجذر يعني اكس بالقيمة المطلقة صح؟ يعني مرة سالب ناقص 2 ومرة موجب 2. بس ازاي بقى المفروض ان احنا متفقين ان الجذر يطلع موجب بس هو طلع سالب موجب؟ لا هذا مو الجذر، هذا مو الجذر، هذا مجال محصور بين الناقص 2 و2. بعدين في شغلة كتير مهمة نحن ما متفقين انه الجذر اللي يطلع موجب. إذا كان الجذر فيه مجهول شوف هذا الجذر لازم يكون موجب، ولكن إذا كان عندي جذر 4 فشوف شو بحط
حط 2 وشو بحط هون جنبه؟ سالب 2. اذا كانت اعداد فانا بعرف الاعداد، بس اذا كانت احرف فانا ما بعرف. انا بسبب هذا السؤال اول ما تخرجت بالجامعه سالوني اياه باحدى المقابلات وما عرفت، يعني قاعد يقول لي اللي ليش الجواب سالب ولا موجب؟ اللي سالب موجب، اللي هون اللي موجب، اللي موجب ولا سالب؟ ما عاد اعرف شو بدي احكي. فهو من المواضيع اللي مختلف فيها. جذر الاكس دائما لازم يكون موجب، بس جذر ال 16 موجب وشو بحط بعده؟ سالب. لو بالاخر من هي الاربعة والناقص اربعة؟ هي اشارات. بقول لك ان العدد الجواب اربعة بس له اشارتين، مرة سالب ومرة. شوف شافني فلسفي. كل احوال قصة طويلة. ابراهيم بدي الماكس تبع الار، امتى بيكون هذا الار ماكس؟ لما يكون المقام اصغر ما يمكن، صح؟ لما يكون المقام اصغر ما يمكن، مينيموم. لحتى اعمل المقام اصغر ما يمكن فانا راح اجرب تنتين، جرب شغلتين، يا يكون هذا المقدار الاول يساوي الصفر او يكون هذا المقدار يساوي الصفر. اي اصغر شيء، مستحيل يكون اصغر من هيك. تمام؟ تعال نجرب، تعال نجرب مره ناخذ هذا اصغر من الصفر مره. يلا ا تساوي 36 على، تعال ناخذ هذا صفر، وتكون هذا صفر اكس شو بتساوي؟ 2. تساوي 2، اكس بتساوي 2، اكس ناقص 2 تساوي صفر، معناتها تساوي 2. 2 ضرب 3 6 ناقص 12 ناقص 6 بالقيمه المطلقه 6، ايش طلع الجواب؟ 6. تعال ناخذ اكس، يعني 3 اكس ناقص 12 شو بتساوي؟ صفر، يعني اكس شو بتساوي؟ 4. 4 ناقص 2 2 بالقيمه المطلقه 2، مين هو؟ 18. فهذا اكبر ما يمكن. انت بتجرب مره بتعدم الاول مره بتعدم الثاني، الكبير بتاخذه. اتفقنا؟ 36 على 2 18. جرب مره هذا يساوي صفر مره هذا يساوي صفر. المقدار سالب ولا موجب؟ سالب. سالب اكبر من 3، خذي 4. 1 ناقص 4 سالب، اذا ضوعتي خذي مقدار، خذي 9، 20 ناقص 9 هذا المقدار موجب. المقدار الأول لأنه سالب شو راح تصير بالإكس؟ بالواحد ناقص إكس بتصير إكس ناقص واحد، وهي بتضل 20 إكس 20 ناقص إكس. هدول شو بصير فيهم؟ بيروحوا. شو بطلع الجواب؟ طلع الجواب 19. اللي بعده، إذا ضوعت خذ قيمة بين الصفر والأربعة اللي هي 2، هذا المقدار سالب ولا موجب؟ سالب. هذا المقدار هو ناقص 2 يعني سالب، صح؟ ثواني مش دي سالب ثواني. لا اشغلي الاولى دروس مش قد كده. اكس ناقص 7 2 ناقص 7 سالب 5. شو بدي كلام؟ الاولى طيب سالب دروس سالب. انا قلت سالب على فكره. ما انت قلت سالب كتبته. سالب كلهم سالب. سالب 2 اكس يعني 4 ناقص 9 سالب، تمام؟ لانه سالب كلهم شو راح يصير بإشارته؟ راح تصير موجبة. 7 ناقص x زائد x، صحيح؟ زائد 2 x ناقص 9، صح؟ زائد 9 ناقص 2 هون ناقص. هلا ناقص x وزائد x بيروحوا، شو بضل معي هون؟ ناقص 2 x. 7 و 9 جميلة، شو بتصير؟ زائد 9 16. ايه ما في 16 هون. اوف 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 دقيقة، هاي لا ما لها علاقة. وين وين؟ اي والله يخرب بيتهم الاعداء. يلا هلا هذا التمرين بيجي بالانتهاء والله. يلا الاكس والواي اصغر من الصفر، راح اخذ واي ناقص 1، شو راح اخذ؟ اكس سالب 2، راح اخذهم بهذا الشكل الجميل. ناقص 4 ناقص ناقص 1، انتبهي ها. المهم انه هذا المقدار بالاخر سالب. موجب. هو المقدار موجب، صح؟ يعني ناقص 3 ضرب ناقص 2 شكله هذا المقدار موجب. وهذا المقدار كمان موجب. فهو قد ايش الاشارات هي شو راح تصير؟ واي ناقص 2 اكس سالب 3 اكس سالب
سالب واي. لأن واي بيكون موجب بس بشيل الإشارات صح؟ الواي بتروح شو ضل معي؟ ناقص 5 إكس صحيح؟ اللي بعده راح أخذ بي واحد وش راح أخذ آ؟ سالب واحد. هلأ صار عندي ناقص واحد ناقص واحد ناقص اثنين معناته هذا المقدار سالب. عندي هون واحد ناقص ناقص واحد موجب. هذا لأنه هذا السالب شو بصير؟ بي ناقص آ ناقص بي ناقص آ. خلي السالب مكانه وعندك هون بي ناقص آ بتصير سالب بي زائد آ. لأنه السالب راح تفوت لجوه راح تصير سالب بي وزائد آ. بيروح هذول مع بعض بيروح هذول مع بعض ضل صفر. خمسة خمسة بالعربي. أيوة عشان عم يسمع الفيديو اللي يفوت بالحين عم سجل. يلا اللي بعده راح أخذ واي واحد وإكس راح أخذ ناقص واحد. ناقص واحد ناقص اثنين سالب. ناقص واحد سالب. ناقص إكس موجب. هذا لأنه سالب شو بصير يا إبراهيم؟ اثنين واي وهاد زائد واي وهاد سالب إكس وفي قبله سالب زائد إكس بيروحوا مع بعض شو بضل معي؟ ثلاثة واي. اتفقنا؟ اتفقنا داليا؟ أيضا هون نفس الكلام واحد اثنين ثلاثة صح؟ فأخذهم بالسالب نفس الشيء. واحد ناقص واي سالب واي ناقص زي سالب زي ناقص اكس زي ناقص اكس موجب. لانه هذا سالب شو بصير؟ واي ناقص اكس زائد زي ناقص واي. هذا موجب بضل مثل ما هو بس شو في هون؟ روح هدول الجميلات مع بعض بروح هدول الجميلات مع بعض بروح هدول الجميلات مع بعض بضل صفر. سوي العربي خمسة بالهندي. ليش فرضت الأرقام موجبة؟ ليش مش سوالف؟ افرضهم سالب بس تعذب حالك. هلأ بما أنه ما حط لك شرط مع هدول بيزبطوا هدول بيزبطوا. بأخذ هون واحد شو بأخذ هون؟ سالب. هذا المقدار موجب هذا المقدار وهذا المقدار سالب. صار عندي واي ناقص إكس زائد واي ناقص إكس صح؟ شو بيعطيني؟ لا اثنين واي ناقص اثنين إكس. اثنين واي ناقص اثنين إكس الجواب قدرنا. مش خمسة. إيه مو خمسة. يدير مقبي. الأتراك بيقولوا على هذا الحرف بيقولوا على هذا بورصة. بيقولوا على هذا جهان. جهان. أسماء مدن وبيقولوا على هذا دنيز. وبيقولوا على هذا إدرنا وبيقولوا على هذا عبد الباسط. عفواً أمانة. أمانة. عبد الباسط انا عارفه بورصه عارفه دنيز عارفه جهان أضنا قدرنا جهان بورصه دنيز. يلا اللي بعده تعال نشوف الجواب شو راح يطلع هون. اي مدينه؟ اسكندريه. اكس اصغر من الصفر خذ سالب واحد اذا بدك. هذا المقدار موجب هذا هذا المقدار. تعال نشوف ناقص 2 ناقص 7 سالب. حلو لانه هذا موجب فبضل مثل ما هو. لانه هذا سالب شو بصير؟ سالب. لأنه هذا سالب شو بس شوف سبعة سالب وفي سالب ظل مثل ما هو صح؟ تمام؟ تمام دنيا؟ طيب ناقص إكس ناقص إكس ناقص إكس شو أضل الجواب؟ سالب سالب. يلا حبيبي لا أكيد أنا ما عم بستعجل بسرعة مشان أخشي حل صفحة ساعة خمسة. ايه نحن بلشنا ثلاثة. صلى النبي بلشت ثلاثة. بلشت وين؟ بلشت أربعة.